صباح الخير. صباح الخير. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. سننجز اليوم بطاقة المراجعة لامتحان آخر السنة في التحليل والتعبير للصف الأول الأساسي. هل أنتم مستعدون أحبائي؟ نعم. أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة. ابدأ يا مهدي بالقراءة. دخل صحر إلى المدرسة. اقرأ العنوان أولا. صحر تقدم السلطة. دخل صحر إلى المدرسة وطلبت من أمها أن تعد لها سلطة من فواكه الصيف اللذيذ. قل يا إبراهيم. نعم. فصفقت الأم وقالت نعم ولكن اغسلي الفواكه أولا واحذري من السكين. نعم. أكملي يا راجل. غسلت صحر حبات الخوف. نعم. الخوف والتفاح والتوت والعنب. ثم قطعتها إلى قطع صغيرة ووضعتها في صحن كبير. في صحن كبير. أحسن. أكمل يا علي الفكرة الأخيرة. قال الصحر سلطة العشاء. نعم. وسأقدمها إلى أبي عندما يعود من العمل. أحسنت. أسئلة حول النص. السؤال الأول. اقرأ السؤال يا ماجد. ما هو عنوان النص؟ عنوان النص. نعم رشا، أجيب عن هذا السؤال. إجابة تامة. عنوان النص سحر تحضر الصلاة. نعم سحر تحضر الصلاة. السؤال الثاني بعد. اقرأ السؤال يا جوليا. إلى أين دخل الصحر؟ نعم أجيبي عن السؤال إجابة تامة. دخل الصحر إلى المطبخ. أحسنتي. السؤال الثالث. علي. ماذا طلبت من أمي؟ نعم. طلبت من أمي أن تعد. نعم تام. اقرأ السؤال أولا. نعم أكمل. نعم حبات
نعم، فوق وماذا أيضا؟ من النص. فوق وماذا أيضا؟ وماذا أيضا؟ والعنب. إذا مثلا الحبات الفرو والتفاح والتوت والعنب. ها إبراهيم كيف قصت سحاب كيف قطعت سحاب الفواكه؟ نعم، أجيب عن هذا السؤال. قصت قطعت إلى قطعت سحر. أجيب إجابة كاملة. قطعت سحر إلى الفواكه. الفواكه إلى نعم قطع صغيرة. أحسنت يا إبراهيم. و ماجد ماذا قالت؟ ماذا قالت سحر؟ قالت سحر سأضع السلطة الثلاجة وسأقدمها السؤال الثاني أحوق الإجابة الصحيحة. روز، زمان حدوث القصة في فصل الخريف أم الشتاء أم الربيع أم الصيف؟ في أي فصل جرت أحداث القصة؟ نعم، بأي فصل؟ بالصيف. أحسنتي. السؤال الثاني، مكان حدوث القصة؟ ثاني فتوني، أين جرت تلك الأحداث؟ جرت في الغابة أم المطبخ أم المدرسة؟ في المطبخ. الشخصية الرئيسية في النص هي تيام سحر. أحسنت. عدد الشخصيات في النص اثنان أم ثلاث أم أربع شخصيات؟ روز، وكيف أربعة؟ ثلاثة. من هم؟ سحر والأم. نعم، فواكه شخصية. كلا. السؤال الثالث، اختار من الغيمة مرادفا لكل كلمة من الكلمات التالية. تعد، ما معنى تعد؟ ماجد، تحضر. اللذيذة، حسين فتوني، الشهية. أحسن. احذري، ما معنى احذري؟ روز، انتبهي. يرجع، مهدي، يعود. أحسنتم.
أفصل بسهم بين الكلمة والضد المناسب لها. إذن دخلت، ما ضد دخلت؟ رشا. أخيرا أم خرجت، أم كبيرة أم رفضت؟ خرجت. وافقت مهدي، إبراهيم، عفوا إبراهيم. وافقت، ما ضد وافقت؟ أخيرا أم خرجت، أم كبيرة أم رفضت؟ رفضت. ما ضد أولا؟ محمد بستاني. ما ضد أولا؟ أخيرا أم خرجت، أم كبيرا أم رفضت؟ أخيرا. أحسنت. صغيرة لانا البستاني، ما ضد صغيرة؟ كبيرة. أحسنتي. في التعبير الكتابي، السؤال الأول: أجمع الأصوات لتشكل كلمات. الكلمة الأولى رشا. يا هجي. يا حرف حرف، اقرأ الحرف الأول. يا الثاني. ماذا تصبح؟ يا ع سكون. يا تا ني. يعتني. يعتني أي يهتم. يعتني. الكلمة الثانية روز. خالي. نعم خليل. الكلمة الثالثة إبراهيم. بحصانه. بحصانه. الكلمة الأخيرة مهدي. الجميل. إذن سوف أجمع الكلمات في جملة. من يستطيع أن يجمع لي الكلمات في جملة تامة؟ جوليا. يعتني خليل بحصانه الجميل. أضع لكل جواب سؤالا مناسبا ولا أنسى وضع علامة الاستفهام. نعم الطقس جميل. من يستطيع أن يضع لي السؤال المناسب؟ جوليا. هل الطقس جميل؟ هل الطقس جميل؟ ماذا نضع في نهاية الجملة؟ السؤال الثالث: أضع علامة الوقف المناسبة. الجملة الأولى: ما أطيب العنب. ماذا نضع في نهايتها؟ علي. علامة تعجب. أحسنت. الجملة الثانية: كم عمرك؟ روز. علامة نعم. ماذا يوجد في الصندوق؟ الجملة الثالثة رشا. علامة. ماذا يوجد في الصندوق؟ نعم علامة استفهام. الجملة الأخيرة سامحوني، درس التلميذ المجتهد لدي. ماذا نضع، نقطة أم علامة سؤال أم علامة تعجب؟ درس التلميذ المجتهد لدي. أنا أخبر. أخبرك أن التلميذ درس درس التلميذ المجتهد لدي. ماذا نضع في نهاية الجملة؟ نقطة. أحسنت. لما علامة استفهام؟ وهل أطرح سؤال؟ هل أطرح سؤال يا ماجد؟
إذا ماذا أضع في نهاية هذه الجملة؟ نعم، أنا أخبركم بأن التلميذ درس درسه، بأن التلميذ المجتهد درس، أليس كذلك؟ إذا نضع نقطة في نهاية الجملة. السؤال الرابع، أرتب الكلمات المبعثرة في جملة تامة، لا تنسى النقطة في نهاية الجملة. لا تنسوا أحبائي أن تضعوا نقطة في نهاية الجملة. إذا السلطة الثلاجة وضعت في صحراء، كيف تصبح جملة تامة؟ ماجد نبدأ بالفعل أولا. أحسنت، وضعت صحراء. ماذا وضعت صحراء؟ السلطة. أحسن. ماذا نضع في نهاية الجملة؟ نقطة. السؤال الخامس، أؤلف جملة تعجبية، من منكم يعطيني جملة تعجبية؟ علي. جملة تعجبية إفهامية تنتهي بعلامة تعجب، تصف فيها الشعور هو شيء ما. رشا تعجبية، وهذه جملة تعجبية لذلك تنتهي بعلامة تعجب.